ايوه، الان وظيفة هاي الماكينة ان شغلتها تفهموها ان شاء الله بهذا الفيديو، لانه طولنا كتير ونحن نحاول كلكم. راح نفرجيكم وراح نفرجيكم. اول شي نفتح هاي، طبعا هاي القدام راح تنزلكم مود الهم، والتراكتور راح تلاقوا مودو تحت موجود بصندوق الوصف بالاكسر، راح تلاقوا الاثنين مودات الموجودة. طبعا موجودة ملفات لعبة اساسيات، يعني مشان بس تكبس، يعني بس تدخل بالشوب تبع المودات تلاقي موجودة. شايفين شو هذيك طالعة قدام؟ بس خلينا هي شو كنا طالعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بهذا الفيديو بدنا نعمل أشياء في مي مهمة وبنفس الوقت مهمة. هلا خلينا نبلش بالفيديو، ليستكو. بداية أحب أن ننوه ونشكر كافة الأشخاص الذين يضعون اللايكات ويشاركون فيديوهات المزرعة ويطالبون بالبثوث المباشرة، ونحن نعمل على هذا النحو، على هذا الاشي بشكل جدا كبير صراحة. راح نركب البيك اب تبعي ونشيك عليها. اول شي نشوف الحيوانات شلون وضعها. الحيوان هذا ناقصه شوية اكل، لازم نجيب لها اكل. وصحيح لقيت كل شغلة شلون نسوي الميكس اكل، هلا اورجيكم اياها، بس طول بالكم. صحيح بهذا الفيديو راح نحكي كمان شلون راح نسوي الستراي والسليلج اللي هو مخمر، تمام. هلا عامل كمية انا حاططها، فراح استنى اذا زبطت راح نكمل الفيديو احكي لكم عليها. اذا ما زبطت خلاص نكنسل، يعني نكمل حياتنا اليومية العادية في محاكي المزرعة. هون الخنزير اكله متوسطا، يعني جيد جدا، نظافة كله تمام. الغنم بده شوية مي، شوية مي ناقصه بس، مو كتير، بس ما راح ابيله مي هلا، يعني بعدين ابيله مي. خلينا نلف البيك اب ونروح نشيك على الاراضي. طبعا اول شي شيكنا على الحيوانات، امورها تمام. اطلع هون، في عنا هي عم بترش اسمه. تذكرت في عندي هدول البالات، تذكرت في اخر فيديو كنت عم بلعب فيه، مو اخر فيديو عفوا، اخر بث يمكن، يمكن اخر بث كنت عم ببث وحصدت الاراضي وتركت البالات القطن. فخلينا اروح اجيب التريلا، سيارة بتشيل القطن. Where is this bike؟ يا رب. ونروح ناخذ بالات القطن ونبيعها، يعني بصير معنا مبلغ مليح. انا اتوقع منطف 225,000 او 250,000 منطفه بهالبالتين. بالتين الثلاثة كام؟ لا كانوا اربعة، وديت اثنين وهي اثنين ضلوا. تماما تماما انت اللي داري ايه الحصل. طبعا نكبس بي وتنزل هي هيك على الارض ونبلش نحن نرجع. يعني هو في تريلا بتشيل اثنين بس، ما راح اشيل وحدة بتكفي. طبعا وين مكان بيع البالات القطن؟ تجي له هون، تفتحوا هيك تجو، هاي اشارة القطن، طلعوا هون ما في غير هاي 2000 دولار، هاي اسمها سبوني، سبون سبينيري، المهم هي ساية. خلينا نتكل على الله نروح نبيعها ونرجع. طبعا الوزن هي طلع تقريبا، شو قد وزنها صحيح؟ تعالوا نشوف وقف وقف، شو قد وزنها؟ اوه 20,000، يعني هلا حق الوحدة طن ب 2000، فالعشرين طن، فإذا لازم يكون حقها ما يعادل 40,000 تقريبا، يعني هيك شي. مو 40، ألا مو 40، هو تقريبا كل قشرة 19,850. هلا نبيعهم نشوف ايش عم نجرب اصلا نحن نحسب. طبعا ها صحيح تذكرت، حكيت لكم اشتريت من الدكتور، طبعا مود هذا نزلته، اذا بدكم انزلكم او راح تلاقوا، راح تلاقوا راح افرجيكم انا الدكتور. الكرسي تبعه يفتر على الطرفين، كثير بيرفكت التراكتور وكثير عجبني وقوي، يعني بالمقارنة بالسعر تبعه، يعني بالمقارنة بهدول يعتبر قوي صراحة. طب هلا انا مثلا ماني فاتح الخريطة، مو لازم يكتبوا انه انا وصلت على منطقة سبيني هي هون. هلا انا بعرف انه هي، بس مو لازم كاتبين لوحة طرقية، مو هيك يعني، يعني كل شركة كل معمل حاطط لوحة ولا حاطين وانا ماني شايف، والله ما في، والله ما في. طبعا على فكرة تذكرت كمان شغلة ثانية، هذا الفيديو راح يكون طويل يعني عشان تحطوا في بالكم، لانه انا بعرف يوم سبت وغالبا بيكون الناس يوم السبت 39,000
160 حلو، غالبا يكون يوم السبت عطلة عند الجميع، فلذلك أنا بحب إنه تكون الفيديوهات شوي طويلة. فأرجو لبين ما توصل السنة رح توصل فيها وأنت عم بتشوف، قبل ما تعمل هاي الإلغاء شو اسمه هذا التكوس تبع الموبايل تطلع برا، فضي هذا من الزيت. طيب جايك، أتمنى قبل أن تضغطه أن تكتب لي بالتعليقات لأي ثاني وصلنا، أتمنى ذلك، أتمنى عشان أعرف قد ممكن تتحمل تشوف الفيديو. بس هي كمان جبت ماكينة جديدة كمان، تذكرت عشان ما ضل أستخدم هذا الغرفة من قدام بعذبني شوي، في ماكينة كمان ركبتها جديدة هلا بورجيكم إياها، طول بالكم. بس قبل هذا وذاك لازم نروح نجيب له إيش اسمه، راح أحملها لأن هي التريلا أنا مستأجرها إيجار ماني مشتريها شري، راح أحملها وأروح أجيب شو اسمه هذيك البترش، شو اسمه البترش السماد أو البترش السائل اللي هو اللي مثل السماد السائل. تمام، راح أروح أجيب ماكينة ترشه أو أروح أجيب طبلية وأرجع، لأن في عندي طبلية موجودة هون بالأرض، خليني أروح أجيبها. هذا هو التراكتور، شوفوا بالله عليكم شوفوا شلون، حتى الكرسي صار بالعكس، حتى وقت يصير بالعكس يعني تصير تمشي فيه انت هيك، شوفوا بالله عليكم مو خرافي هيك، يعني كانك عم ترجع رني انت هلق هيك. هاي اللي عنده مشاكل بالترجيع رني شوي فيقدر يعتمد على هذا الاسلوب، تصير الرجع رني ما طول بالك هيك. هي عم بسوق حاليا بالعكس، انا حاطط ايدي على الاس، خليني نرجع الشوفير. هلا خلينا هلا نروح نكمل، نحن نروح نجيب له هذا مبيد. صحيح نسينا نشيك على المعامل تبعونا، خلينا هون نشوف اذا في ما في بنروح نجيب من المعمل. لا والله في هذول، مو هذول، هذول صح. لا الباب رح نترك البيكامون نكمل طريقنا بعد. نبيع البالة الثانية، رجع هذا التريلا لأنه ما عندنا شغل فيها أبو، لأن أنا مستأجرها إيجار. تقدر تقول حاليا احنا خلصنا أول جزء من المشروع بتاعنا، خلينا نرجعه. تكبس هون، تجي على الجراج، تجي على ايتم هون، تكبس هون ريديت. ايوه تمام، الله معك عمو. تمام، هلا بدنا نروح الى المركبة الثانية، هي بنلم فيها القش. ليش؟ ايه سألتني سؤال ثقافي مهم جدا جدا. هذا يا معلم بدنا نعمل له شيء مهم اللي هو بنسوي منه بالات. اقول لك ما بالات اتركه هيك، ما يعني مو ضروري تسوي منه بالات، فهيتذكرنا انا ما في منه بالات، يعني مو ضروري نسوي منه بالات. صحيح اذا تتذكروا حكيت بزمان انه هذا المود فيه مشكله، كان طلع مو مشكله، هذا وقت انا اشتريتها في لها خيار انه تعملها تريلا رمبا ولا تعملها تريلا للش اسمه لتحميل البالات، فانا عملت تريلا رمبا، فانت لازم تعملها تريلا تحميل الات، تحميل بالات. وانا تريلا كمان مليانه عشب، هلا بروح بفضيها محل ما منخطط نسوي السريج. على كل اريد ان افرغها في هذا المكان، مش كمان تفرغ الكمية، والله صار في عندي كمية ضخمة. خلاص انزل هناك وبعدين نجي نسوي لنا بناية ثانية هون مثل ما انا مسوي هناك بناية. طيب حاليا نحن خلصنا هون التراكتور هذا، خلينا نصفه هناك كمان بالارض، او خاصفه بشي مكان، او في كم طبلي خلينا نعلم هون واحطه هنيك بالارض، ما بدي ارجع. والله القيادة من جوا شي خرافي معلم، ليش الكذب شي بومباستيك. طبعا نتركها شوي بما ترد تعبي الارض، شوف خاصفه هون على الطريق، على الطريق اللي مالي تنصلي. الله ناخذ التريلا الثاني مش نروح نورجيكم شلون نسوي السليتش. وصحيح تذكرت الكمبوست اللي حكيت لكم عليه بالفيديو الماضي، انه هذا الكمبوست ما بعرف شغلته، عرفت هو طلع مثل المنور
الكمبوست بس، ولكن المنور ميزتها انه حيواني، اما هون الكمبوست هو يطلع صناعي وله معامل له. بس المشكلة الثانية لما جيت لاستفيد منه المود هذا ما يدعم هاي الميزة، فما تقدر تستفيد منه. عرفت شلون؟ يعني ترشه على الارض، هو بينحط بالتراكتور وكل شيء نظام، ترشه على الارض بس ما بياخد، يعني ما يحسب لك انه هون الارض اتسملت. انا فاهمك هون هيك اكثر. شوفوا هون، شوفوا هلا مثلا التراكتور هذا بيشتغل هون عم بسمد، شوف شلون صار لونها زرقاء. تمام، هون صار في نوع، في طبقتين من السمنت صار لونها ازرق غامق. تمام، انا رشيت هون ما اعطاني اي لون. ماشي التجرق في وشي سرعته مشان ايش اسمه، مشان يبلش موسم الحصاد، واني انام بكره الصبح افيق. هذا من اثنين نسوي، هاي نمبر 1. نمبر 2، عم بجرب على هاي الارض اللي انا اشتريتها اخر اشي، عم بجرب عليها شيء ما حطيت لها سماد. اول مره زرعتها قمح ما حطيت لها سماد، كانت فول سماد، اعطتني سيارتين وقتها يمكن، اي سيارتين فول. هلا بالمره الثانيه ما حطيت لها ولا نوع سماد، شو شطه بتعطيني؟ يعني عم بستفيد على السماد ولا ما بستفيد منه؟ هذا الشيء بدي اجربه. طيب هلا وصلنا لهون، شوفوا شوفوا شوفوا، شايفين هون السيليتش شلون محطوط مفروش بالارض؟ طبعا انا ما راح احطه هون، راح احطها لحالها، مع انه بقدر احطها هون جوا لحالها يعني افصلها، بس يعني خلاص يعني ادخل هون افضله هون، خليني افرغه بالنص. طبعا امر مهم جدا انك تفرغه بالنص مشان يفتح معك، لانه بده يفرش فرش. شوف شلون انا مو فتحته بالنص، شوف شلون. تمام، سكر. شوفوا شايفين من تحت مكتوب شيء اسمه كومبتينج، كومبتينج 0%. تمام، هلا نرجع يبلش، كل ما نرجع عليه بتلاقيه بلش يزيد. تمام، صار 12%. طبعا كل ما كان الوزن عليه اعلى كل ما كان يشتغل بشكل افضل، يعني اكبر تراكتور او اوزن تراكتور جيبه حطه احسن لك. شوف شلون صار يعطي اسرع. هلا لو قلنا بس صار التراكتور اضل اروح وارجع عليه ما بيعطيني بنفس السرعه هي. يعني افصل التريل هي برا هون. طبعا هون انا جايب تريلا وفي متر مرش حاطه، هلا بورجيكم الشغلتين. هدول اثنين، هدول اثنين مشان بدل ما اجيب هذا الكفكير وضل اغرف وارجع وقرب وتعذب، لقيتها طريقة اسلس. هلا بورجيكم اياها سواء او جوز اخر الفيديو بورجيكم، يعني جوز هلق ما لحق لبي ما يجهز السيليتش. شفتوا شلون؟ مو مدى الوزن؟ هلا اروح ارجع ضل 4 ايام، بس ايش بدي اساوي؟ احسن ما ضل 3 ايام بخرب وارجع فيها. طبعا حسب ما قرات يفضل انه قبل ما انت تجيبه بتمرر عليه ماكينه هيك بتقلبه وبتخليه شوي ينشف، عرفتوا شلون؟ وبعدين بتلمه يكون هو افضل. بس ما بدي اوجع راسي المه واسوي، لانه كنت انا مش مشغل هاي اللي بتقص العشب ومن ورا حاطها هي بتلم وراه، عرفتوا شلون؟ فما بدي ارد اسوي دوره ثانيه واوجع راسي. حتى اذا بدك تسويها خلاص انت هون محطوط مفروش عندك، يا تجيب الماكينه مشيها فوق وخلصنا. صار 97 98، هلا ضل 1% بس. تمام، هلا هيك تقريبا تقدر تقول صار تمام جاهز. هلا بنلف. طبعا هون كاتب لك فوق انه في هاي صار 35 طن، باللي جمع 35 طن، وباخر وحده فيها 10 طن. شوف حتى قطه تتوسع، شوفوا هاي في هون كمان 35 طن 100%. بس هون تقريبا راح يخلص، يعني راح يجهز ما ضل شيء. طبعا انا راح اصف هاي هون واستنى ريثما يتم العمل بشكل كامل. هاي الحين لماذا ضل رايح جايب التراكتور؟ طبعا اول كميه اللي حصدناها حصدناها من هون من هاي الارض. طبعا هذا المعمل انا اشتريته، نسيت اقول لكم.
الله اكرمنا هيك واشترينا. تعال نشوف ايش بين في عنا هون نقدر نحمل. رد وقف هذا الثاني مره ثانيه. طيب خلينا نروح على البيك اب. اوف طلعوا هذا ليش طلع؟ والله الزرعات بلشت تطلع يا معلم. هلا بنروح بنشيك على شو اسمه على المعامل، شوف ايش بدهم ايش ناقصهم ونكمل ونرد نرجع على السيرتش او بلكي يكون نام او نشوف بلكي يشوف شيء. نعم بس 40 يلا كل حال روح امشي وراح نجيب لك واحدة بنرجع. طبعا راح ضل فيها 700 تقريبا بتكفي هاي، خلينا نصفها هون منتظر او خلينا ننزلها هون البالة والله خليها خلينا نروح اطب الارض وخلصنا. بعدين خلص اللي فيها بتكفيها بتلف وتخلص وبعدين ارجعها على البيت. خلينا نزلتها بالبيت ونروح على الطرف الثاني نشوف ايش صار هنيك عنا بالاراضي. طبعا اللي ما بيعرف نحن وقت بنينا البيت سوينا هذا المدخل البسيط، هو لازم اساسا يكون فيهم من هالطرف مدخل يعني كله من الطرف هذاك ليش مش عارف. بالان نركب البيك اب ونروح الى الطرف الاخر لنشوف ايش الوضع هناك، تمام ولا مو تمام، وش بدنا نزيد ايش بدنا ننقص ايش بدنا نحط ايش بدنا نشيل نشوف. اتوقع انه بدي منور. اتوقع لا شفط المنور انا كله فضيته، بس وين حطيته عجب والله نسيت. وغطيت المنور نظفت الماء كلها من المنور. المهم خلينا نجي نشيك على معمل معمل. اول شي معمل السماد لانه صرنا قريبا راح نحتاج لسماد. حلو معمل السماد شاد فيه 10,000 طن يعني 10 طن فيه صاير الالف عم بقولها كتير ما بده. بس ايش بده؟ بده بس سماد 100,000 بس فيه شي 10% يعني ممتاز يعتبر. طيب نروح امام المواد الكيميائية اللي هو هاد وهذول الثلاثة. اول شي خلينا نجي هون شوف كومبوست في 1200 خليها تعبى، في عنا 850 لتر تمام. هون كله تمام، في شي ناقص هون ايش هو؟ هات لاشوف. وات حلو طلعت. اول شي بالسماد طبيعي نحتاج لهي هي صحيح ذكرنا السماد معنا الماكينة اللي بتطالع هذا الاشي. هون بدنا بس منور حتى نطالع سماد. حلو بدنا منور. وهون ايش بدنا؟ هون بدنا سماد. ايوه بدنا منور بدنا سماد. حلو يعني بدنا هون منور تمام. هون ايش في شي ناقص؟ في عنا هون كمية طالعة، خلينا نروح نجيب التريلة المي. وين التريلة اللي بتنقل المواد هي تبعتها؟ خلينا افضيها كلها هون احسن. طبعا هون في عنا 8,000 طن مبيد تمام. فعنا 8,000 طن نقدر نحطها هنيك بهذاك الماكينة. بس المشكلة مو هون، المشكلة حاليا نحن عنا لسه في كمية منيحة. طيب خلينا نروح اجيب التريلة الثانية مشان نجيب منور. هلا شوف في عنا شي منور هذا عنده 700 بس، هذا عنده 400 بس. لا مش حظ، مش سيء جدا يعني صراحة سيء جدا، مو مش سيء. طيب خلينا ناخذ هاي التريلا نشوف نلاقي منور. انا شفت انا نظفتها بالشفاط اللي جبته هذا لون ابيض وفرجيتكم اياه. خلينا نشوف هون في عندها منور. اتوقع في منور منور. في هون 28,000 29,000 عبي حبيبي عبي معي منور ليوم المنور. بأول تريلا في عنا شي 15,000 حلو. حبينا منور مخمر حتى تحس عليه طلع له حرارة. يلا هلا بنشوف ايش المعامل بدها منور. هلا ما انه معنا كمية كبيرة من المنور قبل ما نفضيها خلينا نقرر وين نفضيها تمام. شوف اول معمل هاد ما بده، وهذا المعمل الثاني بده سلوري، هذا المعمل الثالث بده سيريتش. معناته يمكن هذا ايش بده؟ بده هذا سماد ما هذا كان بده سماد بس. معناته كله منفضيه بهذا المكان تمام.
كلام جميل، انا ماشي افضل تريلا وانا اللي ادخلها. طبعا بنروح ونرجع لكم ان شاء الله بعد ما ندخل التريلا اللي جوا. طبعا بعد معاناة ايام وساعات وصلنا التريلا الى المكان المنشود. وبلشنا نفضي المنور. الله جلطتني بما وصلنا لهون يا معلم، والله انجلطت جدا. شو صار؟ 25,000، نايس. لا 28,000، احنا كان 28,000. شو الله، بانه هذا اشتغل، فاتوقع انه صار لنا كمية منيحة من هذا ال... احنا هون في عنا سائل 1500 وبودرة 300، والله ما تكفي البودرة، بدنا اكثر. بس ايش ضل شي ناقصه؟ تذكرت انه هذيك المادة الثالثة، نحن اساسا ما بدنا المادة الثالثة، خلينا احنا على هاي المادة. بده سلوري كمان. وين اجلك سلوري؟ المصيبة الستلوري لماكينتين صارت مطلوبة، يعني المشكلة اذا حطينا هلا هون كله هذا هون ما يزبط. طيب نروح نجيب له ستوري. وين تريلت ستوري لك؟ ليش ما راح اكمل شو اسمه؟ لانه اساسا المبيد الحشري ما له شغل عندي انا. تمام، هاي نمبر 1. نمبر 2، نمبر 2 المبيد. طبعا شفتوا هاي البناية عليها، طبعا هذا اعلى شي، ها طلع اكتر من هيك ما بقدر عليه. نمبر 2 ما لي حاجة للمبيد الحشري بشكل جدا كبير صراحة، فراح نكتفي هلا. خلينا مركزين على الفيلز أكثر شيء، لأنه الفيلز هو أهم شيء صراحة بالوقت الحالي. حلو، هي عبينا 8000، هلا نروح نفضيها ونرجع. هل الأرض طلع الموسم؟ طلع الموسم. يلا 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 بنجيب الحصادة. هي تحفظت كنت والله عم بستنى تطلع الأرض يا زلمة، بانه هلا هون طلعت الحصادة، فراح خطرت بالي شغلة تانية. خليني احط هذا هون. تمام، نروح على الحصادة ناخد الراس تبعها وين حاطينه هذاك، هو نبلش حصاد الارض. وين الراس تبعها؟ هذا هون. وفي مث مكان يحط البيض، طب بالك روح عند البيض، ما في مكان يحط البيض، معقول ما في مكان يحط البيض؟ ولا على الأقل سعر البيض طالع، سعر البيض طالع وصل ل 4000. والله والله صاير سعره خرافي يعني، معلش كذب. حلو، هو شي دايما طالعني بالتاكسي بعدين بالحصابة، يعني بيعرف التركتورات دايما في عليها عمال. جب تدخل تدخل هلا شوف شو شفت شلون معلم 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 ايش لك بتحكي معلم. خلينا نصفي هيك. خلينا نشوف معطلة هذا ال ايوه ايوه روح هتجي اشتغل انت اقدح. طيب حلو، هلق بنروح على اساس بدي اروح اغسلها انظفها، بس اتركها لما نفضيها. في عنا شي ثاني، خلصت دورك، تعال خلينا نروح نوديك على الأرض. صحيح تذكرنا بدنا نفرجيكم شلون نشفط، بس ايش بدنا نشفط؟ كنا نسيت ايش كنا بدي اشفط. تذكرت. تمام، هلا بانه شغلنا هداك شوف شو رح نسوي. شوف رح نفرجيكم وظيفة طوبك طوبك، خلينا نشوف السيريج ايش صار فيه. ايش نو مور بلانس سميت اجست تشيكن وات؟ معقول؟ والله لسه ما استوعب.
هنروح نبعدهم شوي عن البيض، ما بعرف ايش صايب البيض اللي ما في مكان للبيض، مع انه ما في غير الكمسخات. يا الله، ايوه الان وظيفة هاي الماكينة ايش شغلتها تفهموها ان شاء الله بهذا الفيديو، لانه طولنا كتير ونحن نحاول كلكم. راح افرجيكم اول شي نفتح هاي، طبعا هاي القدام راح تنزلكم مود الهم، والتراكتور هتلاقوا مودو تحت موجود بصندوق الوصف بالاكسر، هتلاقوا الاثنين مودات الموجودة. طبعا هنا موجودة ملفات لها باساسيات، يعني مشان بس تكبس يعني بس تدخل بالشوب تبع المودات بتلاقي موجودة. شايفين شو هذيك طالعة قدام؟ بس خلينا هي شو ممكن نطلعها. لوك دودوس، احسن ما اروح اجيب هذيك اللي بتشحر وراها بضل ساعة بتلم، هي نمبر 1. وبزت بالات وبرجع اجيب مرة ثانية، ارد الف بالارض قبل بهي اللي بتلم حاويات تلم بالات، بتروح تمشي مرة ثانية وراها وتتعذب برضو. فأنا لقيت طريقة طول بالها شوفير يا شباب، والله يعني سيارتي طويلة مرة، من قدام في طول ومن ورا في طول، مشان بالمرة اجيب الحصادات خلت تبلش تحرف. شوفوا الآن لو دوس على السرعة معلم. لا والحلوة انه شو ما تتحرك بتلحقها. شوفوا تفرجوا بس، تفرجوا هلا تفرجوا. لا وحتى ما تغص الميتور وقت تكبس عليها. شوفوا بس ليش عم بتقش قش هي، عفوا اخضر. ايوه بس بدها شوي شوي، انا ماشي مرة بسرعة. ايوه هيك هلا شوفوا شلون هلا بنعيرها. ايوه هيك خليك ماشي يا حبيبي. شد السرعة 15 بتصوت. خلينا نزيد شوي شوي نشوف شو قد تتحمل تمشي. عم بتلحق تشيل، اتوقع ل 22 بوصل، 22 22 23 لسه عم بتلحق، 24 عم بتلحق، 25 عم بتلحق، 26 عم بتلحق. والله شكلي حصل ل 30 يا معلم، والله وصلنا ل 30 يا معلم. تخيل ماشيين على سرعة 35 وعم نلحق نقش، تخيل صديقي. ولسه البيض قلبي قل لي ما في محل، شكله مقلتش البيض. طيب خلونا نجرب هون، بس طول بالك بس هون لان الكمية تيجي شوي كبيرة، فشوي بس بدها تاكل وقت زيادة. طيب تمام، هاي 35 عم بلحق، والله ملحق على 35. لو لا والحلوة التريل بسرعة تعبي. 36 36 36 36 40، والله على 40 وملحقة، يعني تقريبا دخول خالص معلم. هاي الأسرع شي 45 وملحقة، بس أول شي عم بيكز بالأول. حلو هي هيك خلصنا. طيب شوف ولا ايش اسوي، ليش القش مهم؟ هلا بقولكم ليش، ايش راح نسوي. صحيح على اساس بدنا نروح نفضي الحليب، هلا بدنا نفضي لنا شوية حمل حليب نبيعه، لأنه صرنا بحاجة حليب، صار الفيديو شوي طويل وصار لازم ننهي. تمام عم يتعبي ولو مطول بعد عمو راجع لك. اقولكم رح نكتفي نحن لهذا القدر ان شاء الله بهذا الفيديو. الفيديو الجاي رح كمل لكم ايش رح نسوي، رح نبيع الحليب، رح نشوف السلج ايش صار فيه ان شاء الله تكون تنجح عملية السلج، ورح نكمل حصاد الارض هاي ونبذرها، نبلش نبذرها من اول وجديد. وبس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة اليوم ساستي. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.